إذن تلفون حتى جربوا لي باش نتعبي فيه تلفون حتى جربي وتبغي بي وتعضي بي نهتفي بي فيلم هوليود سمايل. انا كنت فرحانه بزاف انني مشاركه مع نجوم زويونين بزاف، والقصه كانت مثيره بزاف، فيها الدراما فيها الكوميديا. بالنسبه للشخصيه اللي لعبه، انا لعبه نقافه كتموت على الذهب، كتموت على المظاهر وداك الشيء، والطبيب ديال السنان ديالها هو رفيق بوكر، وهاد العلاقه كيطراو موراها واحد الاحداث قويه بزاف اللي هي غادي نتفرجوا فيهم ان شاء الله. الاحداث اللي كيكونوا في الفيلم منهم دراما منهم كوميديا، فيهم شي بلايص اللي صعب ان الانسان يتقبلهم، بحال الروضه بحال الكفن بحال بزاف د الحوايج. غنقول لكم تفرجوا فيه وردوا عليا الخبر. وصورناه في رمضان قبل الفطور ومورا الفطور، والحمد لله داز في اجواء زويونه. حاولنا نحطوا فيهم كاع الحب ديالنا وكاع الاحاسيس ديالنا، وكنشكر اي واحد اي ممثل معنا واي ممثله، كنشكرهم على المجهود وعلى التكنيسيان والمنتجه ليلى فنان، وكنشكر علي طاهري، وكنقول لهم شكرا بزاف، وكنتمنوا ان هذا الفيلم ان شاء الله يعجب المغاربه كاملين. الفيلم جامع الطمع، جامع فلوس، جامع مظاهر، جامع بزاف د الحوايج اللي قلت لك كنعيشوا فيهم احنا في حياتنا وما كنتابعوش ليهم، اللي ولاو دابا طاغين بزاف في المجتمع ديالنا. احنا كنحاولوا اننا نخرجوا للواقع ولكن بطريقه زويونه كوميديا. والراي الاول والاخر، الرساله الاولى والاخرى اللي غنخليها للجمهور المغربي، حيت هو اللي كيستحق يعطينا الراي ديالو، حيت فريمون انا بعدا كنفتخر انني عندي جمهور مغربي غزال، وكنقول لكم الله يحفظكم والله يخليكم لينا. ولاد الحرام موش عويدين، ما حشمتوش، جابتين السيده من الكبار ديالها، ما حشمتوش، وانت هدا راحي، لحيتك كداش اصاحبي، ما حشمتي ما عرفتي، جابتك من الكبار. الدور ديالي في الفيلم هو عبد الرحيم، الاخ ديال النقافه اللي كتمشي لعند واحد صانع اسنان، كتطلب منه انه يصوب لها واحد الفم ديال الذهب باش تميز به على النقافات الاخرين. لقيتها اللي كيمشي كيتسلف واحد المبلغ مالي كبير باش يصوب لها الفم، كيعطيه ليها، كيدير واحد لاكسيدون، كيولي لو فيلم كامل هو تيقلب على ذاك الفم. هادو هما الاحداث اللي ما بغيناش نهضروا على ليستوار بزاف، مي هادو هما الاحداث اللي كاينين في الفيلم.